ما تخافش على الأهل. أهلا بحضراتكم من جديد. وتابعنا إزاي أنه أزمة زي كده من غير لازمة تم النفخ فيها لدرجة الادعاء بأنه إلحق ده الزمالك اعتراضا على وجود الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب اعترض أو امتنع عن حضور حفل الافتتاح. الكلام ده اتقال وتردد والجمهور استقبله. انتوا متخيلين انه يتم تصدير كلام زي ده للجمهور فتنشغل الجماهير في السوشيال ميديا بحاجه زي كده، فيجي الرد من الكابتن حماده عبد الباري بقى مسؤول بعثه الزمالك اللي موجوده هناك، اللي هو رئيس البعثه، اللي هو رئيس البعثه. عشان كده بقول لكم خلي بالك بس عارف حماده مين حماده عبد الباري، وده حماده ثالث بقى. مين حماده عبد الباري؟ الاداري التاريخي. شوف من ايام ما انا كنت في الاتحاد في الثمانينات كان هو اداري في كرة اليد. ايوه. واكثر الناس ارتباطا بكرة اليد ومخضرم حتى النخاع وزملكاوي زي ما بيقولوا ايه؟ زي ما بيقول الكتاب. فخد اللي بيقوله يعني انه مش هيقول غير اللي في صالح نادي الزمالك. ليه اللي حصل حصل؟ نسمعه. كابتن حماده، هو انتوا ليه ما حضرتوش حفل الافتتاح؟ هل كان عندكم تدريب ولا ايه؟ لا هقول لحضرتك، هو بمنتهى البساطه عشان برضو اللي عملها دي عامله لغط. ما حضرناش حفل الافتتاح لان احنا طلبنا، هم عاوزيننا نحضر الافتتاح، قلنا لهم اوكي احنا مستعدين نحضر الافتتاح بس اجلوا لنا التمرين بدل ما كان الساعه 8 حضرتك اللي هو النهارده خلوا لنا الساعه 2 الظهر. تمام. والراجل المدرب وافق لان التدريب يبقى الساعه 2 الظهر. تمام. لقينا فوجئنا صباحا النهارده ان جدول التدريب نازل ان احنا الساعه 8 وحفل الافتتاح الساعه 7 بتوقيت السعوديه. كل اللي انا بقوله لك ده بتوقيت السعوديه. فازاي احضر حفل افتتاح وعندي تمرين الساعه 8 وبعد المسافه ما بين جامعه الملك عبد العزيز و اصاله الجوهره اللي فيها الافتتاح بعيده يعني حوالي ساعه ساعه وربع ما بين هنا وهنا. فقلنا لا مش هنحضر. عايز بس اقول ايه؟ ان في حاجات كتيره جدا في حفلات الافتتاح يعني في الدورات الاولمبيه يا استاذ ابراهيم في طابور العرض اللي هو الدول بتفخر بيه بيبقوا شاريين يونيفورم وعايزين يشاوروا الناس ويرموا ورود وكل بعثه بتتباهى بحجمها. كثيرا ما راينا ان البعثه بتلخص في حامل العلم واثنين وراه بالظبط عشان الناس بيبقى يا عندها تدريب يا عندها ايفنت تاني يوم يا عندها ايفنت في نفس اليوم يعني مسابقه وبالتالي مش عايزين يجهدوهم او يرهقوه. الكابتن حماده قال لك كان عندنا تدريب كان الساعه 8 طلبنا يبقى الساعه 2 بعد ما وافقوا رجعوا لميعاد الساعه 8. هذه اسباب تنظيميه انا ما اقدرش اخوض فيها. طيب. لكن هذا لا في مشاكل ولا في عربيات ولا في احتجاجات ولا في حاجه ابدا. لماذا نصور الامور بهذه الطريقه؟ لان بنسال الاسئله الغلط اللي عايزها توصلنا لاجابات غلط نعلق عليها بالغلط. عشان كده الاخبار الحقيقه في تقرير ليها بكره سالت السؤال الصح للشخص الصح الكابتن ايمن صلاح نجم نادي الزمالك الكبير ودلوقتي عضو مجلس اداره اتحاد كره اليد. ايه اللي حصل وانت الراجل الزملكاوي المسؤول دلوقتي في اتحاد اليد؟ ايه اللي حصل للبعثه؟ قال ايمن صلاح هذه حقيقه ازمه المونديال في جده. قال لك كل ما يقال عن انسحاب الزمالك من حفل افتتاح البطوله في جده اعتراضا على وجود رئيس النادي الاهلي والكابتن حسن حمدي هو قول غير حقيقي بالمره. نظرا لان تدريب الزمالك كان في 8 مساء قبل موعد الافتتاح بساعة للبطولة، وقال انه احضر بنفسه جدول المران وتأكد من موعد تدريب الزمالك، وقال هناك من ينفخ في النار وهذا التوقيت يحتاج الى تجاهل مثل هذا الكلام. تطرق عضو مجلس ادارة الاتحاد لموضوع الدكتور حسن مصطفى والدعوات، قال انه الدكتور حسن مصطفى اللائحة تمنحه حق دعوة 15 فرد وهو قيمة كبيرة واختياره الاشخاص هي حرية شخصية له كرئيس الاتحاد الدولي، وقال رئيس نادي الزمالك لم يكن في حاجة إلى دعوة. اللي بيقول كده الكابتن أيمن صلاح يا أستاذ فتحي، للأستاذ فتحي سند. الكابتن أيمن صلاح نجم نادي الزمالك الكبير وعضو مجلس إدارة الاتحاد بيقول لك إنه رئيس نادي الزمالك لم يكن بحاجة لدعوة،
لانه من ضمن العشر انديه المشاركه في البطوله ووجودهم بشخصياتهم ومجالس ادارتهم امر طبيعي جدا. وقال انه معروف ان الكابتن الخطيب والكابتن حسن حمدي في السعوديه ولم تكن مفاجاه كما صورها البعض، وقال انا شخصيا ده ايمن صلاح تلقيت مكالمه من الكابتن حسين لبيب لتوضيح بعض الامور وتحدثنا عن الامر باستفاضه منذ ايام وقبل السفر وتبادلنا الاراء عندما سالني عن رايي في سفره للسعوديه وانه كان خلاص هيسافر. واضح ان في سبب شخصي عند الكابتن حسين لبيب لازم نحترمه يعني. لكن هو ليه احنا بنعمل كده؟ ليه كل مره عايزين الامور تكبر وكلمه اشمعنى طب احنا ليه؟ ما هو ده برضه سؤال مهم. هو احنا ليه مهتمين هنا في حقيقه تخص مشاركه الزمالك في كاس العالم؟ لان تم الزج بالنادي الاهلي ومجامله النادي الاهلي واشمعنى وتبريرات غير منطقيه وغير صحيحه ادت الى ان يعني نقاد كبار بحجم الكابتن الاستاذ حسن نجيب المستكاوي حسن المستكاوي رحمه الله على نجيب المستكاوي مسيطر على دماغي والاستاذ فتحي سند اللي بحبه جدا وشايفه راجل دغري قوي، لكن المعلومات اللي جايه لهم خليتهم علقوا بالطريقه دي، هم اللي يعرفوا الحقائق دي، اعتقد ان رايهم دلوقتي ممكن يختلف. بس ما حدش سال نفسه سؤال اللي قاله ايمن صلاح، هو رئيس النادي المشارك محتاج دعوه. دي البديهه اللي احنا قلناها واللي قالها حتحوت بالظبط واللي رجع قالها بالظبط. هقول لك ممكن يجي يقول لك ايه؟ ما انت لو بعت لي دعوه انا عشان احضر بصفتي فرحي. عشان احضر فرحي بصفتي هوفر هوفر مكان لحد عايز اصفره كمان. لكن طب ما تيجي نشوف هو النادي الاهلي لما راح بطوله العالم للانديه في قطر مجلس اداره كله سنة. كله كان هناك. اذا انت كمجلس اداره تستطيع ان تصطحب من تريد وكرئيس هو بيديك عدد من التاشيرات. الكابتن خطيب ترأس البعثه ليه وكان يقدر يبعت اي حد لادراكه باهميه الايفنت المسابقة. بس المجلس كله موجود. والمجلس كله موجود. كان تستطيع أن تفعل هذا. وتبقى تشوف ساعتها لو طلبت من الاتحاد أو طلبت من كابتن حسن مصطفى يمكن كان عمل لك مجاملات. الله أعلم. لكن أنت لم تطلب شيء. ورغم هذا وصلت لك دعوة بصفتك. هو قال بعد كده قريت للكابتن حسين لبيب الدعوة وصلتني بصفتي مش بشخصي. وأنت تدعي بشخصك ليه؟ ما أنت هتدعي بصفتك ضروري يعني. ويعني في ناس كتير لو في ناس كتير مش ناس كتير ما حدش جات له دعوه بصفته بشخصه يعني غير اللي ما لهمش في الايفنت. طيب شفنا راي الكابتن حماده عبد الباري مسؤول البعثه، شفنا الكابتن ايمن صلاح نجم نادي الزمالك السابق وعضو الاتحاد المصري دلوقتي، والراي كمان لواحد من نجوم كره اليد القدامى في الزمالك الكابتن حسام غريب. نشوف لوائح الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي من حقه ان هو بيبقى عنده 10 في اي بي، حلو الكلام؟ تمام؟ او 15 دي لوائح الاتحاد الدولي. انت كرئيس مجلس اداره نادي الزمالك، انت من حقك تطلع رئيس البعثه، من حقك تطلع مع نادي الزمالك، لكن الاتحاد الدولي عمره ما فيش عنده في اللوائح ان هو يبعت لرئيس نادي الزمالك ورئيس نادي برشلونه والنادي الدنماركي وقطر لا هي دي مش موجوده خالص، مش بتاعته. هي الناس الدنيا ما هو الناس مش فاهمه او الناس بتوصل غلط. هو الاتحاد الدولي من حقه يجيب اللي يجيبه، دي لوائح، دي لائحه الاتحاد الدولي بجد يعني. هو عمره ما هيبقى مش هي ال 14 فرقه يجيب لا خالص. بس الموضوع بسيط يعني، ما هو كل بص كل واحد مسافر من رئيس مجلس الاداره يطلع معاه، ايه المشكله؟ ما فيهاش مشكله خالص. بس الموضوع ملوش دعوه بالاختيار خالص ولا والاتحاد الدولي الدكتور حسن لا خالص يا جماعه، الناس دي في حته ثانيه خالص. احنا دخلناهم في جمله مفيده خالص. النهارده لو كابتن حسين لبيب طلع رئيس بعثه نادي الزمالك في بطوله العالم كان في حاجه تحصل؟ يعني هو الاتحاد الدولي عشان جاب الكابتن خطيب وجاب الكابتن حسن حمدي يبقى هو يبقى لازم اجيب حد من الزمالك؟ بص الناس بتخلق بس اي تعصب بين الاهلي والزمالك بس. أسئلة منطقية هتؤدي إلى الإجابات الصحيحة.
يعني لا اي واحد النهارده زملكاوي اهلاوي اي حاجه هيسمع الاسئله دي هيجاوب عليها هيوصل للحقيقه. وهنا يبقى لي سؤال انا بقى الى صديقي الذي اكن له كل الاحترام والتقدير، واظن انا مش محتاج اقول الكلام ده لاني قلته ساعه ما اتعين، قلت لكم استبشروا خيرا بالكابتن حسين لبيب. ولكن سؤالي الان ماذا حدث يا كابتن؟ اطلع احسم الجدل في كلمتين اتنين، خلي الدنيا تهدى لصالح نادي الزمالك ولصالح الرياضة المصرية ولصالح الشارع المصري. ربنا يبارك لك. طيب حتى في بعض اللقطات المضيئة للأسف إعلام الهري ما وقفش عندها ولا اهتم بيها، اللي هي ممكن تكون رسالة حتى للداخل لجماهيرنا هنا في العلاقة الطيبة. كابتن أحمد شوبير الحقيقة بحس وطني ومهني توقف عندها، نشوف يعني قبل ما هنشوف الكابتن شوبير نسمع كمان رأي الدكتور حسين السمري باعتباره المدير التنفيذي اللي حب يحسم كل هذا الجدل، نسمعه. البعثة وانا عارف ان كان عندهم تدريب مهم النهاردة في حتى في توقيت افتتاح البطولة، صحح لي لو انا غلطان يعني يا ريت تقول لي. لا بالضبط صحيح يا كابتن، ان هو كان محدد ليهم التدريب الساعة 8 نعم، وكان الافتتاح 7 نعم، وحاولوا يعني ان يعملوا التدريب الساعة 3 ولكن للأسف اللجنة المنظمة اصرت على رأيها نعم، وبالتالي اتفق على ان ينزل طابور العرض او طابور الافتتاح 6 من اللاعبين نعم، وانتظروا ان يبقى في سياره تجيلهم لكن للاسف ما راحتش الباص يعني، وبالتالي ما حضرش اي من اللاعبين او من بعثة طابور الافتتاح يعني. يعني ليس لاسباب اخرى عشان بس الناس. لا لا لا, لا طيب. خالص خالص. طيب عندي معلومه مؤكده انه كابتن حسين لبيب رئيس النادي ان شاء الله يتوجه غدا للسعوديه لحضور مباراه الزمالك مع برشلونه. اعتذر يا كابتن، اعتذر اعتذر لا لظروف خاصه بالفعل يعني هو عنده اصابه في رجله بعد الشر عليه لكنه انا عارف انه كانت دعوته موجوده بصفته رئيسا للبعثه مع كبار الساده المسؤولين، هل كلامي صح ولا غلط؟ حضرتك قول لي برده. لا ما جاتش دعوه رسميه. لك لا كبعتبره رئيسا للبعثه يعني والله لا يعني البعض سال ان جات لنا دعوه. لا انا قصدي هو كرئيس بعثه أيوة المفروض يبقى موجود مع كبار مع كبار الساده الزوار يعني. طيب يعني هو قال النقطه مهمة جدا ان الكابتن حسين لبيب كاد ان يسافر ولكن اصابة في قدمه منعته، الله اعلم بالسبب، ربنا طبعا يشفيه لو كان هذا الكلام يعني هو السبب، ارجو انه ما يكونش السبب، نتمنى له كل الصحة والعافية. ولكن اعتقد ان حتى لما جاوب على هو كان في مشكلة ادت الى عدم حضور حفل الافتتاح لباقي البعثة واكتفوا بالتمثيل الرمزي، انا قلت لك ان ده بيحصل حتى في دوراته الاولمبية، اما يكون في سبب. هو كان عنده تمرين كمان. كان عنده تمرين. اللجنة المنظمة ده موضوع تاني، قدرت ما قدرتش ده موضوع مش بتاعنا، ما نقدرش نفتي فيه. لكن في كل الاحوال ارجو ان يكون هذا الامر قد يعني اخمد الكثير من الحرائق التي لا لزوم لها. الحقيقة السؤال يتسأل بشكل صح يوصلك للحقيقة والإجابة الصح. أعتقد أن هذا الموضوع استوفيناه جدا، مش إحنا ولكن من السرد اللي حصل أي واحد قاعد في البيت هيسأل نفسه الأسئلة اللي اتقالت هيوصل للإجابات أن ما كانش فيه أي مشكلة ولا أي سبب ولا أي تحيز ولا حاجة خالص، وأن الناس اللي سافرت الشخصيات العظيمة زي الكابتن حسن حمدي والكابتن ومعهم 10 12 واحد تانيين ما نعرفهمش والكابتن محمود الخطيب ذهبوا بشخصهم مش بصفاتي. وده الحقيقه يعني يلخص فكره السؤال حتى اللي طرحه الدكتور مدحت العدل للدكتور حسن مصطفى، تعزم الناس عندك في فرحك يا جماعه، هو الراجل رئيس الاتحاد الدولي وزي ما الكابتن حسام غريب قال هو كرئيس الاتحاد الدولي من حقه يعزم 15 شخص، لما يعزم كابتن حسن وكابتن خطيب ده يضايق الناس في ايه؟ عايز اعرف بس. في ناس اخذت الامور كده في محمل
في قدر من الحساسيه غير المفهوم، وربطوها ربط خاطئ واتربطت يعني. ربط خاطئ، رغم انه اي حد يسال نفسه السؤال صح، ايه انعكاس ده على قرارات الاتحاد المصري مع الاهلي او ضد الزمالك في كره اليد؟ الخلاصه هتكتشفوا بالاجابه قد ايه احنا بنمارس، هو مين اللي عين؟ مين اللي عين؟ قد ايه ان احنا بنمارس قدر كبير من هذا التجاوز؟ ها مين اللي عين كابتن ايمن صلاح بقيمته وتأثيره، وكابتن مؤمن صفا بقيمته وتأثيره، وهم الرموز نادي الزمالك ضمن هذه اللجنة؟ الاتحاد الدولي لما يعين دول يبقى ده حقه، لما يدعو مجرد دعوة لأصدقائه من حقه. وإحنا على فكرة الأمر لازم أن يناقش كده، من حق رئيس الاتحاد الدولي أو من حق رئيس الاتحاد المصري لما يكون عنده حق قانوني، اللائحة بتقول أنه يعزم 10-15 شخص، ما اقدرش احجر عليه. طيب. الا لو كان انت عندك مشكله مع الكابتن حسن والكابتن خطيب وجودهم يسبب لك حساسيه، ما دي ترجع لك انت تتعالج منها انت. هل هو تستطيع ان تسال هذا السؤال وتلوم لرئيس الاتحاد الدولي؟ ها لكنت دعيت شخص، ها مين ده؟ مش مين شخصيه عامه. انما لما تجيب حد يعني الاوساط الرياضيه السعوديه يعني تحتفي بيه، الاوساط السعوديه ايه؟ العالم كله لا، وجوده في السعوديه محل حفاوه وتقدير للاوساط يعني الرياضيه. ما انا بكلمك ان هم لما بيروحوا في حته في افريقيا اي مكان هم محل اهتمام. يعني هي حساسيه شخصيه. هم مش اكتر صدقني. الربط الخاطئ هو الربط الخاطئ والله، هي مجرد حساسيه شخصيه مش اكتر ولا اقل. لو كان دعا اي حد من المسؤولين الرياضيين في مصر ما كنتش هتسمع اي حد من الاصوات دي. محافظ المنصوره لما دعا كابتن الخطيب برضه اشمعنا. الله، ما هو ليه انت هنفضل في اشمعنا واخواتها دي بجد؟ يعني ايه الحساسيه الغريبه دي؟ عموما بقول لكم كابتن شوبير استوقفته لقطه مضيئه، للاسف اعلام الهري ما وقفش عندها، لكن الكابتن شوبير اشرها. صدقوني والله، واحنا بره مصر الناس ما بتتكلمش لا على اهلي ولا على زمالك، يعني هيتكلموا الاخوه في السعوديه يقول لك الله ده انت عندكوا فريق قوي، ده الفريق المصري كان هايل، الفريق المصري بيتكلموا بلفظ المصري يعني، ادي الجماهير المصريه. مش هقول ان في اهلاوي يعني، مش هاخد بالي من العالم ده لحسن في بعض الاخوه الزملكاويه بيزعلوا لما بقول هذا الكلام، لكن الصوره هي اللي بتقول، حتى لو شخص واحد. هذه مشاعر رائعه جميله جدا، رساله مصريه رائعه للجميع ان احنا خلف بلدنا في اي وقت يعني. والله برافو يا كابتن شوبير، وانا اتمنى ان نحافظ كلنا على هذه الصوره طول عمر المدرجات فيها اهلي وزمالك في المناسبات القاريه والدوليه، وكنا جنب بعض. والله ياما انا كنت حريص، انا كنت بروح مع رجل اعمال الكبير رحمه الله عليه محمد شتا، ومع الكابتن محرم الراغب، ومع الاستاذ ممدوح عباس ربنا يديهم الصحه، اهلاويه وزملكاويه مع بعض الماتش في عربيه واحده اهلي وزمالك، ونرجع مع بعض ونداعب بعض وبتاع، انما كانت الدنيا لذيذه. واحنا كنا بنروح ليه؟ كنا بنستمتع. دلوقتي انت قاعد في البيت مش عارف تستمتع بماتش. ده كان خلاصه الكلام في هذا المشهد العبثي اللي الحقيقه يعني نتمنى انه البعض يتعالج معاه من هذه الحساسيه المفروطه جدا، لانها خطر على الصحه. هيظل الكابتن محمود الخطيب له هذه القيمه، هيظل الكابتن حسن له هذه القيمه، هيظل الدكتور حسن مصطفى واجهه مصر الرياضيه الدوليه الكبيره جدا، فعلى الجميع يشوفوا لهم حل. ده كان كل ما لدينا، لكن يبقى دائما وابدا هناك الكثير بالتعليم.